التي خلقت الدفء والاحتفالية في المدرجات. أول انطباع في المقابلة، دفاع متقدم للجديدين، أربك حسابات فريق المغرب التطواني، بل أكثر من ذلك أخطاء بالجملة ارتكبت في دفاع فريق المغرب التطواني، استغلت إحدى وأعطت الهدف الأول للجديدين، حمل توقيع اللاعب زكريا حضراف، واحد من أبرز اللاعبين بالجديدة في السنوات الأخيرة. الجمهور التطواني بالرغم من الهزيمة المؤقتة ظل يؤازر اللاعبين، هنا ضربة جزاء مشروعة لفريق المغرب التطواني بعد عرقلة الحارس العروبي للاعب النملي، هذا الأخير يتمكن من توقيع هدف التعادل. هدف داخل كل شبكة هي نتيجة الشوط من هذه المقابلة. في الجولة الثانية اندفاع نسبي لفريق المغرب التطواني وسمة كبيرة للجديدين على المستوى الدفاعي. بين الفينة الأخرى كان الجديدون يباغتون الحارس التطواني محمد اليوسفي، فيما الحارس العروبي تألق في أكثر من مناسبة داخل صفوف فريق الدفاع الحسني الجديدي، حل رسميا مكان زميله أيوب لاما الذي يلازم دكة البدلاء. ما تبقى من الوقت اندفاع كل الفريق المغرب التطواني بدون نتيجة لتنتهي هذه المقابلة بالتعادل. هدف داخل كل شبكة بعد هذه المقابلة يتضح أن الجديدة في الطريق الصحيح وبداية أكثر من متعطرة لفريق المغرب التطواني. في غياب إطار وطني سكيتوي والذي حل محله المساعد القدني، قدني يقود فريق أولمبيك سفي إلى فوز عريض على فريق رجاء بني ملال. الفريق المسفيوي كان شرها في هذه المباراة، ثلاث دقائق فقط عن انطلاق صفرة اللقاء، عبد الرزاق حمد الله من فوق الحارس يعبر بكرة إلى شباك رجاء بني ملال والهدف الأول. الفريق الملالي لم ينتظر طويلا ليعدل الكفة بواسطة نعيم الذي وجد الثغرة المؤدية إلى الشباك. كان ذاك في حدود الدقيقة العاشرة من المباراة، أمام فرحة عدد من أنصار الفريق الصاعد لقسم الأضواء حديثا. وإيتيان بافو على الضفة الأخرى لم يترك المجال لرجاء بني ملال يهنأ بتعادله. الهدف الثاني حل مبكرا. وفي الدقيقة 27 مراد عيني بعيدا عن الرقابة يوضع الكرة الشباك معيدا الأمور إلى نصابها، هدفين لكل فريق نتيجة الشوط الأول. خلال الشوط الثاني العميد عبد الرزاق حمد الله، وكما صنع مع بداية المباراة، لم يمهل الظروف كثيرا قبل أن يوقع الهدف الثالث لقرش آسفي. زميله أحمد الدمياني كانت له بصمته الخاصة في التوقيع على الهدف الرابع لآسفي. فريق رجاء بني ملال حصل على ضربة جزاء لم يفلح بلال الدنكير في تحويلها إلى هدف، والمباراة تنتهي بفوز بين أداء ونتيجة لأولمبيك آسفي 4-2. حمد الله كان متميزا في لقاء أولمبيك آسفي ورجاء بني ملال. وننتقل إلى رجاء البيضاوي التي أمتعت جمهورها أداء ونتيجة وفازت للمرة الثالثة، والعمل يحتسب لإطار وطني محمد فخير. الرجاء فازت على النادي القنيطري، والفريق اللي غادي يحرز على اكثر نقاط في ملي تالي سنه 33 هو اللي غادي يكون بطل. فحنا كنلعبوا مقابله بمقابله، ما كنخموش في المقابله هذه، مقابله اللي بالنسبه لي انا انتهت، كنفكر في مقابلات اخرين. الحمد لله كانت انطلاقه موفقه الحمد لله، ولكن اللي جاي نشوف بحال المقابله ديال اليوم، واخا رغم الفوز بحصه كبيره، كنظن ان فريق النادي القنيطري فريق شاب قدام مباراه كبيره، هو اللي خلانا نشوفوا اهداف كثيره لان فتح اللعب. الفوز هو ديال اللاعبين، لان لعبنا بلاعبين صغار بزاف، ثلاثه لاعبين عنده 18، كاين اللي عنده 19 سنه، لاعبين ثلاثه ديال المباريات، وكاين لعبنا مع لاعبين اللي عندهم 200 مباراة وأكثر في المجموعة الوطنية الأولى. عادت الفرحة من جديد للمدرجات الجنوبية لمركب محمد الخامس، هذا بعدما تأكد بالملموس للجمهور الرجوي أن الأخضر عازم هذا العام على إعادة أمجاد الرجاء من جديد. تزامن ذلك مع استحضار ذكرى رحيل زكريا الزروالي رمز كل الأنصار منذ سنتين كاملة. النادي القنيطري بلون الغريم كان السباق للتهديد. هنا ضربة خطأ، الحكم بوليفا يطالب بإعادتها وينذر عادل الشادلي لعدم انتظاره إشارة الحكم.
الثانية كانت ثابتة. محسن متولي في اتجاه المدافع محمد الحاج وبرأسية يسكن الكرة في الشباك. ذاك الهدف الأول اللي تسجل هذاك أنا كنحسبه للحكم. هذا الحكم هذا أنا ما فهمتش أنايا. غيقولوا عاوتاني المرينة كيتكلم على التحكيم، أنا ما خسرتش اليوم بالتحكيم، ولكن الحكم راه ساعدهم في الهدف الأول، علاش يعاود لي أنايا؟ علاش يستافدوا هما من ضربة خطأ يعطيها لهم؟ أنا ما غنربح والو من ذاك الكارتون جون اللي عطاهم، أنا ما ربح منه والو، علاش يعاودها؟ عاودها وسجلوها. قلبيه المباراه كامله. وهذا حكم بوليفا دائما المباريات ديالو كلها فضائح. علاش هو مازال كاين في المجموعه الوطنيه الاولى؟ الدقيقه 18 تمريره من الحفيظ في العمق ومحسن ياجور يراوغ الحارس ويعلن عن ثاني اهداف الرجاء في اللقاء. تصحيحات يوسف المريني اعطت اكلها في الدقيقه 33 عن طريق بلال بيات. جاء ذلك بعد تسديدة قوية من داخل المربع، لكن سرعان ما رد محسن متولي بعد تمريرة حاسمة لعادل الكروشي الذي كان وراء هدف ثالث للرجاء في الدقيقة 44 من الشوط الأول. 3-1 نتيجة النصف الأول من المباراة. الجولة الثانية محسن متولي فرض نفسه بقوة في الجهة اليمنى للرجاء وكان وراء الهدف الرابع للأخضر. كوكو يستغل خطأ في تموضع المدافعين يمرر لمحسن ياجور الذي وقع الهدف الرابع والثاني له خلال هذا اللقاء. لتنطلق الاحتفالات في المدرجات بفوز عريض أدخل العشاق في هستيريا استعملت فيها الشهب النارية، مما جعل مندوب المباراة يتحرك في أكثر من مرة لمعاينة الوضع. هذا أقلق البعض على اعتبار أن تقرير المندوب يبقى مؤثرا في مثل هذه الحالات. على أي الرجاء لحد الآن بالعلامة الكاملة. سعد الخضر مدرب الشعار ديال الانضباط جمع أحسن اللاعبين، يقال أن عنده منتخب محلي. محمد فخير عنده توليفة من لاعبين متميزين، إذا ذكرنا غير الثلاثي الحافظي متولي وياجور. لا يعني كما كيقولوا محمد كنعرف صديق بان الشعار ديالو هو الانضباط، والانضباط دائما كيعطي نتيجه، لان عنده هل اللي لك وهل اللي عليك، وهذا هو اللي خاصو يكون. زياده على ان القى في الاخ بودريقه ان عاطيه يعني مساعده، بان المدرب من اللي كيلقى مكتب مساعده راه النتيجه كتجي. المشكله هي انك بعد في بعد سمحهم الله بعد الاخوان بعد المكاتب انك يولي لو جوار كي دومين، لو جوار هو اللي كيتحكم، كيقول المسير خاصك دير لي هذه وخاصك دير لي هذه دير لي هذه، وكيقول المدرب لا هذه اللي خاطرو ما ديروش هذاك خليه يلعب. ملي كتكون تخلي المدرب السلطه ديالو الاختيارات ديالو ويخدم النتيجه راه كتجي، راه نعم. ما واحد زائد واحد هي جوج، ما كاينش فيها شي حاجه اخرى. ومحمد كنعرفوا بان كيخدم مزيان، لقى الجو فين يخدم، سي نورمال لي ريزولتا يجيو، لان حتى اللاعب كيعرف هل اللي ليك وراك محاسب راه تابعك وحتى التوليفه اللي كاينه راه سي ديفيسيل دو جيري هذاك. لو كان يكون يلقاو بان المكتب بعيد والمدرب بعيد، راه بعض اللاعبين سامح الله كيبداو يدخلوا تما، يقول نعم. المدرب المكتب ما عطاناش فلوس هذاك، كنمشيو عند المكتب يقول ما لعبنيش، كتبقى لخبط. ولكن ملي كيكون كل واحد كيشد حقه، كل واحد كيقوم بالدور ديالو، سي نورمال النتائج كتجي. نعم. إذا حتى الكرسي الاحتياطي لفريق رجاء يعتبر من خيرة الكراسي الاحتياطية اللي عند الفرق الوطنية، مجموعة من اللاعبين متميزين. ننتقل إلى اللقاء الذي انتهى بالتعادل والذي جمع فريق النادي المكنسي بفريق وداد فاس. أنصار فريق النادي المكنسي عليهم الانتظار لدورة أخرى على ما يبدو ليشاهدوا أول فوز لفريقهم في بطولة هذا الموسم، وذلك بعدما عجز عن ذلك فريق النادي المكنسي في لقائه الذي جمعه بضيفه فريق وداد فاس والذي انتهى بنتيجة التعادل هدف لمثله. المباراة في مجملها كان مستوى التقني متوسطا، حيث قلت الفرص السانحة للتسجيل سواء من جانب الوداد الفاسي أو من جانب النادي المكنسي. فريق وداد فاس الذي كان يعتمد على المرتدات الهجومية يتمكن في الدقيقة 41 من استغلال خطأ في التغطية الدفاعية للنادي المكنسي وتسجيل الهدف الأول بواسطة المهاجم باكايوكو.
هدف جاء بعد تمريرة مركزة ومدققة من طرف زميله حسن يوسف. طاحت لاعبي وأنصار فريق وداد فاس لم تدم أكثر من دقائق بعدما تمكن اللاعب الوجهي من إرسال قذيفة قوية تهزم الحارس أمين البرقلي، معلنا بذلك عن هدف التعادل لفائدة النادي المكناسي في هذه المباراة. تعادل أفرح جميع أنصار فريق النادي المكناسي بينهم الكبار وكذلك الصغار. في الجولة الثانية من المباراة نزل مستوى أداء اللاعبين ومعه مستوى المباراة، وأصبح كل فريق يلعب من أجل الحفاظ على نتيجة التعادل، وكان بإمكان كل فريق أن يخرج منتصرا بقليل من التركيز أو بشيء من الحظ. لينتهي هذا اللقاء إذن بنقطة لكل فريق، وهو التعادل الثالث لفريق النادي المكناسي من ثلاث مباريات. هذه النقطة هذه فكنعتبرها ماشي سلبية، كتنتظرنا مقابلات يعني قوية في القادم الدورات، غادي نحاولوا إن شاء الله أننا نقدم نديروا نتائج إيجابية باش ترضيوا الجمهور ديالنا إن شاء الله. احنا جينا باش نديروا ثلاثة ديال النقاط، لقينا فريق حتى هو منسجم، البطولة مازال فيها مباريات كثيرة، نقطة تتبقى ربح من بعد إذا كان حسابات. بالفعل فهذه النقطة سيكون لها مفعولها عند نهاية البطولة، وقد تكون حاسمة في ترجيح كفة فريق على آخر. المواجهة رقم 105 بين فريقي المغرب الفاسي والوداد انتهت بفوز فريق المغرب الفاسي بهدف مقابل شيء، وكان كل لاعب من خط هجوم الفريقين يبحث من هو المسجل الهدف رقم 180. آخر مسجل لهذه المواجهة بين فريق المغرب الفاسي والوداد كان هو حمزة بورزوق الذي سجل هدف 179. فريق المغرب الفاسي لعب أحسن مقابلة له، وواجه الند للند فريق الوداد، وكانت هذه المقابلة من بين أبرز وأقوى مباريات الدور الثالث من البطولة الاحترافية. فريق الوداد ضيع مجموعة من الفرص، وأيضا فريق المغرب الفاسي. الشوط الأول ينتهي بالتعادل 0-0. طرد لاعب من الوداد، هذا الطرد أثر كثيرا على لاعبي فريق الوداد. فريق المغرب الفاسي ناور من كل الجهات والبحث عن الهدف، وتأتى له بعد مجموعة من الفرص وركنية أعطت الهدف للاعب بومعمر، وهو الهدف رقم 180. وفرحة لا توصف في مدرجات المركب الرياضي لمدينة فاس. نستمع للنصيري والعياطي. أصلاً أنا في حياتي ما كنت أتسرعش، كنت في حاجة النتيجة كنتكلم، كنتكلمش على الأسلوب، وأنا عارف شو نقول وعارف السؤال ديالك. أنا جيت مرتاح من العطاء، مازال تابعني عمل كبير. بصراحة اليوم كان لقاء كبير، اللي كيف تعرف الكل أن لقاء ديال المغرب الفاسي والوداد ديما تتكون فيه المنافسة على أعلى مستوى. الحمد لله حنا في بما ما تضيعنا بزاف فرص، وفي دوزيام ميطا الحمد لله توجد فرصة وكانت هدف. تعريف مدرب فريق الوداد البيضاوي؟ ليس بهذه الطريقة يعامل الصحفي، وخاصة صحفي في القناة الأولى. نتمنى أن تزول مثل هذه الصورة التي تخدش الرياضة الوطنية. نصر يتكلم على أنه يبحث عن النتيجة وليس الأسلوب، ولعل التغيير الإيجابي لفريق المغرب الفاسي تغير كثيرا نحو الإيجابي. فريق المغرب الفاسي سوف تكون له الكلمة في مستقبل الدورات. نمر إلى لقاء آخر، وجمع منذ قليل فريق الجيش الملكي بفريق النادي البركانية، وروبورتاج لقائمة بلعوشي. إذن قبل متابعة روبورتاج تكلمتي على الأداء الإيجابي ديال فريق المغرب الفاسي رفقة النصيري. يعني كنعرف عبد الغني بالنصيري
لأنه صديق وكنعرفو وكنعرف العمل ديالو. فأنا اليوم تفاجأت في العطاء ديال عبد الغني قال النتيجة، ولكن أنا كنقول ليه بأن كانت النتيجة والأداء والأسلوب. يعني اللي شاف المغرب الفاسي اليوم كيقول بأن المغرب الفاسي، أنا كنقول لك ما هنا بهذا الأسلوب، رغم أن عبد الغني مازال ما مقتنعش باقي العمل. فكنظن بأن المغرب الفاسي هذا العام تكون مع الرجاء ومع الفرق الكبار ومع الجيش الملكي وما داكشي اللي ومع الوداد اللي يعني يشوفوا لو تيتر. نعم، والانتدابات كانت اذا انتدابات ناجحه بالنسبه لفريق المغرب الفاسي. اذا نمر لمتابعه ملخص من لقاء الجيش الملكي ونهضر بالكانيه وربورتاج لقائمه بالعوشي. فيفا بركان فيفا مبارك. بالرغم من بعد المسافه لم يتردد بعض انصار فريق النهضه البركانيه الانتقال للمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرباط. فريق النهضة البركانية بأسماء جديدة وخبرة واسعة لنجوم أسرة البرازي كانت هذا اليوم في مواجهة لفريق اسمه الجيش الملكي، أظهر منذ البداية أنه لن يرحم بميدانه، وهذا ما أكده اللاعب عقال. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله كاملين غنفرحوا إن شاء الله. شكرا ميس. الجيش الملكي النهضة البركانية مرت الآن 26 سنة عن آخر مواجهة بين الفريقين. ومن بين الأسماء اللي كنا كنصحضروا بحال شهبون عميد الفريق، الهراس يعني المهاجم الأيسر، كذلك قفال، كذلك بوسحابة، كذلك الشوش اللي مشى محترف، يعني بينيتو هذا، مصطفى الطاهري اللي جا من مولود جدة هو كذلك لعب معاهم، يعني أسماء كبيرة دازت في النهضة البركانية. يعني كان نتمنى لهم ان شاء الله يعني التوفيق في 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 البطوله الاحترافيه. وفي جديد النهضه البركانيه المدرب عزيز الخياطي غائب عن كرسي الاحتياط. شنو هي الكلمه اللي يمكنك تقول للفريق ديالك وللمجموعه انت؟ بكل صراحه رغم ان الاصابه ديالي جات مفاجئه اثر سقوط ديالي من واحد الدروج ديال لوطيل، فتقصحت في الظهر ديالي، ما يمكن ليش نبقى نتحرك ولا هذا، فخصني نكون هذا. ولكن انا كنت معاهم طيله الاسبوع في التدريب، واخا ما كندربهمش كنت معاهم في الاسبوع كنهضر معاهم. البرنامج راه ساير مع الطاقم التقني اللي راه فيهم البركه، هما راه تيشتغلوا. وكما كان منتظرا جمهور الفريق العسكري كان في الموعد. ومن جانبه فريق الجيش الملكي هو الآخر كان في مستوى تطلعات هذا الجمهور. الدقيقة الثامنة، تمريرة جيدة من طرف اللاعب القديوي وأمين البقالي يوجه قدفة قوية والهدف الأول لصالح فريق الجيش الملكي. أشبال رشيد الطوسي متقدمون بهدف مقابل لا شيء. وفي دقيقة 40 محاولة أخرى لفريق الجيش الملكي، هنا قدفة للاعب سعيدي وعقل ليكمل الكرة في اتجاه مرمى حارس مرمى فريق النهضة البركانية محمد دينا، والهدف الثاني لفريق الجيش الملكي الذي يحقق بالمناسبة انتصارين وتعادل واحد، في حين النهضة البركانية تمنى بالهزيمة الثانية. إذا عقال يعتبر من خيرة اللاعبين الآن في البطولة الوطنية وأيضا من أنجح الانتدابات لفريق الجيش الملكي. بالنسبة لحسينة هو الآخر يعتبر ذاكرة حية لفريق الجيش الملكي مساعد لرشيد الطوسي. نمر الآن لمتابعة النتيجة نتيجة اللقاء التي يجرى في هذه الأثناء بين فريق أولمبي خربقة وشباب الريف الحسيمي. النتيجة هي التعادل، إصابة لمثلها. وفريق أولمبيك خربقة هو الآخر يعتبر من الفرق التي تبحث عن نتائج رفقة الإطار الأجنبي الوحيد باراتشي، وأيضا شباب الريف الحسيمي الذي عودنا دوما على نتائج إيجابية رفقة الإطار الإدريسي. إذن النتيجة في هذا النقل المباشر التعادل، إصابة لمثلها بين أولمبيك خربقة وشباب الريف الحسيمي. إذن النتائج رفقة الترتيب جاءت على الشكل التالي. يوم الجمعة فريق حسن أكادير فاز على فريق الفتح بهدفين مقابل شيء. المغرب الطوانية تعادل أمام الدفاع الجديدي بإصابة لمثلها. أولمبيك أسفي تفوز على رجاء بن ملال بأربعة مقابل اثنين.
نفس النتيجة سجلها فريق رجاء أمام النادي القيطري الذي الفاسي تعادل أمام وداد فاس بإصابة لمثلها. تفوق مستحق للمغرب الفاسي الوداد بهدف مقابل لا شيء، والجيش الملكي يفوز على النهضة البركانية بهدفين مقابل لا شيء، وتعادل في لقاء أولمبيك خيبكا شباب الريف الحسيمي حدود دقيقة 55. الترتيب في الصف الأول نجد فريق الرجاء البيضاوي بتسع نقاط، الصف الثاني حاسن الأكادية والجيش الملكي بسبع نقاط، وفي الصف الأخير الفتح الرباطي وأولمبيك خيبكا بنقطة واحدة. خلص ممثلو سبعة فرق متمية إلى البطولة الاحترافية في كرة القدم إلى تأسيس جمعيات لرؤساء الفرق، وعهد لرئاسة هذه الجمعية لرئيس فريق المغرب الفاسي مروان بناني. نستمع لتصريح مروان بناني لهذه الجمعية ولتأسيس هذه الجمعية. بعد الهدف هو أن نساعدوا الأندية ديالنا ونساعدوا الجامعة ديال كرة القدم، وحنا كأندية باش ندافعوا على الحقوق ديالنا تو سامبلومون. هاد الجمعية دارت ضجة اللي ما عرفش بوكوا هاد الضجة كاينة. سي جمعية تخي سامبل اللي كانت تأسس صافي كومو صافي لونتون سي با منو. وكيفاش جات الفكرة؟ الفكرة كانت قديمة في جو بونس في 1997 سيتو، ماشي بحال اللي قلتي في الاول الظرفيه حيت مالوغوزمون حنا اللي ماروكا درناها في الشتا. يقول لك علاش الصيف؟ درناها في الصيف علاش الشتا؟ مي جا الوقت المناسب اللي تاسس هذه الجمعيه. اذا فكره تاسيس هذه الجمعيه جاءت للدفاع عن مصالح الفرق الوطنيه، وايضا دور هذه الجمعيه سوف يكون دور استشاري فقط. نمر الى المجموعه الثانيه وأمام 15,000 متفرج، مستوى تقني جميل جدا لم نعهده في المنطقة الشرقية، والديربي السابع بين فريق مدن وجدة واتحاد إسلامي وجدي انتهى بفوز فريق المولودية بهدف مقابل شيء. آخر ديربي كان سنة 1991 ومن خلاله فاز فريق اتحاد إسلامي وجدي بهدف مقابل شيء سجله اللاعب أمادي المرحوم أمادي. نتابع أقوى لحظات هذا الديربي للمنطقة الشرقية. فريق الجمعية السنوية والمولودية الوجدية كان أكبر المستفيدين من الجولة الثالثة من منافسات القسم الوطني الثاني لكرة القدم. الجمعية السنوية عاد بانتصار ثمين من قلب ملعب 18 نوفمبر بمدينة الخميسات على حساب الفريق المحلي. الهدف الوحيد في اللقاء حمل بصمة اللاعب السنوي علي تيام في الدقيقة 17. بهذا الانتصار فريق الجمعية السلوية وبالعلامة الكاملة يتصدر الترتيب المؤقت بتسع نقاط. وبعد 22 سنة خلت عاد ديربي المنطقة الشرقية للملعب الشرفي بمدينة وجدة في نسخته السابعة. جماهير الاتحاد الإسلامي الوجدي والمولودية الوجدية أثث فضاء الملعب الشرفي ورسم بمعية لاعبي الفريقين لوحة تعبر عن الروح الرياضية العالية بين الفريقين. حوالي 15,000 متفرج عاينوا هذا الديربي، وهنا الهدف الوحيد في اللقاء للمولودية الوجدية وكان بواسطة اللاعب عبد الكامل الغاني. بعد ذلك فريق المولودية الوجدية سيحصل على ضربة جزاء، لكن اللاعب محسن بخاق لم يستغل الفرصة وضيع هذه المحاولة على فريق المولودية الوجدية. إذن الشوط الأول انتهى بانتصار المولودية الوجدية بهدف للا شيء. الجولة الثانية وكما سنتابع من خلال هذا الملخص المقتضب كانت لصالح الاتحاد الإسلامي الوجدي الذي سيطر وهيمن وخلق سلسلة من فرص التهديف لكن دون طائل. فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي لم يكن محظوظا خصوصا في الجولة الثانية، وهنا نتابع بعض المحاولات التي لم يتم استغلالها من طرف فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي والذي قدم على العموم عرضا مقنعا خلال هذا الديربي. اون دوزيام تون باراي او ميريت او موان الحكم سي نوني اللي كنحترمو بحراره باش كان هما بينالتي كاين حرام عليه. زعما هاد الشباب هاد الفريق الفتي اللي طالع باقل من جمهور قل فئه وكان يكري ولا سيربريز هارد لك الاتحاد الاسلامي الوجدي وبون شونس للمولوديه اللي كنحترمها بكل قلب. المقابله اللي كتشرف الديربي ديال مولوديه وجده، يعني الجمهور اللي جا ما جاش على جا وتمتع مقابله جيده مفتوحه ما بين الطرفين.
قمة الجولة الرابعة إذن ستجمع بملعب أبو بكر عمار بمدينة سلا بين المتصدرين الجمعية السلوية والمولودية الوجدية. بفعل أقوى لقاءات الدورة المقبلة سوف تجمع الأسبوع القادم فريق الجمعية السلوية بفريق المدروجية، ديربي ناجح بكل مقاييس، ديربي يشرف المنطقة الشرقية. إذا النتائج مرفقة بترتيب جاءت على الشكل التالي: في المركز الأول وفقا الجمعية السلوية بتسعد النقاط، وفي المركز الأخير اتحاد طنجة والاتحاد البيضاوي بصفر نقطة. من كرة القدم ننتقل إلى الرجبي السباعي، إقصائيات كأس العالم والتي جرت